أرحبوا ترحيبة أهل النجران، نقولها بعد أن تعودنا معهم على كرمهم وضيافتهم وحسن استقبالهم، كيف لا وهم رجال همدان، رجال أيام، رجال العراقة والأصالة والتراث. من هنا من أرض نجران عدنا معكم مجددا للترحيب في منزل أحد أعيان مشايخ نجران، رجل كله تراث، رجل كله حفاوة، رجل كله كرم كله استقبال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة مع برنامجكم المتجدد الرعيل الأول. أعزائي المشاهدين، معنا في هذه الليلة الوالد القدير الذي أخجلنا بحفاوته وكرمه، زيد بن خديش آل حارث من رجال أيام. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور. يا مرحبا بك. الله يسلمك ويعافيك ويحييك. قبل شوي ترحبنا، الله يطول عمرك. السلام. يوم جينا محلك، والحين احنا في الشاشه نرحب بك. الله يسلمك ويعافيك. الله يطول عمرك. كلنا اخوان وكلنا نكمل الرفيقه. والله يحييكم ويا مرحبا. الله يطول عمرك، عادتكم الكرم. عد ما صرتوا من داركم الى ما وصلتونا في نجران. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. الحقيقه ان في نجران لنا الان اسبوعين وكانها يوم، سبحان الله العظيم. جميع الفنون، جميع الألوان في الحياة، جميع العادات الطيبة اللي أنتم مقرر لها، صراحة أنها تدعونا لأن نبحث أكثر وأكثر. ما عليكم جود، وهذا من طيبكم طال عمرك. أولا نبغى نسأل عن وش الفرق بين هل يعني بعض المرحبين يقول مرحبا بكم عند يام وهمدان. أنا أتوقع أن في خلال حديثي أنا وياك قبل شوي أن همدان هي يام، ودنا توضحنا هالنقطة هذه. والله يا طويل العمر، شوف هذول رجال يام مرجعهم همدان بن زيد، مرجعهم. ايه. وهذول همدان الوقت الحاضر عندنا هنا، هذول جزء من وايلة، وحد ما هم من وايلة، لكن من همدان. من همدان. وحنا نقول لهم يا وجه همدان، يعني وهم يقولون لنا كذلك. ف ريام ما لهم في ايام شيء يعني، ولا يتدخلون فيه بشيء من الامور، قبايل على ترهم وعلى تاريخهم وعلى صنعهم. نعم. اي نعم. والمرجع هو همدان بن زيد. الله الله. همدان بن زيد. نعم. طيب الان في نجران وفي عاداتها وفي تقاليدها، انا سمعت لعادتهم طيبه. اسلم. وما ودي اني انا افسرها للمشاهد ولا أنا بسالك انت عنها. شرف قدورهم. اي هذا لما قد به ضيوف. اي وقد اقراهم جاهز. جاهز. هو جاهز. سواء عشاء ولا غدا ولا سواء عشاء وغدا وغيره، وقالوا تفضلوا على اقراكم. ايه قد به اثنين هناك قياس فيها ماء غسال. إيه؟ يعني يغسلون. ايه لما جاوهم قال شرف قدورهم. يعني شرف قدورهم يعني تقدير لهم الضيفان. يعني شرف قدورهم، الله يرفع مقداركم ويرفع كذا يعني. ويغسلون لان الغسل واجب قبل الاكل. شايف هذا معناته شرف قدوركم. اي الله. طيب في ترحيبه في لكل دوله سلام ملكي تعرف، ولكل قبيله ترحيبة معينة. صادق. ترحيبتكم أرحبوا. نعم. نبي تفسرنا أو تشرح لك مدلول هالكلمة دي، الترحيبة العريقة دي. مدلول الكلمة دي يا طويل العمر، حنا نقول أرحبوا. بعض المرات نقول أرحبوا تراحيب المطر والسيل، يعني نجيتهم مثل جاية المطر والسيل عندنا. دي. شايف؟ و أرحبوا يعني معناته أنهم ضيفان حشوم، نحبهم ونقدرهم. نينا. ونرحبهم. نينا. ومن إخلاصنا لهم كلمة ترحبوا. والترحيب تمهيدا لأداء الواجب. بالفعل. نعم بالفعل. من رحب قرب. الله الله. عندنا من رحب قرب، ما يرحب إلا بلازم يفعل. أنا رجال إني أكرم الضيفان. الله الله. ما بلا بعض الناس يقولون أرحب وهذا لقى ظهره، ما هي تلزمه الترحيب. لكن عندنا لا يرحب ما فكر لا تعتذر وتعي وتقول انا مشغول ولا مرتبط ولا شيء. نينا. الله ارحب ارحب خلاص. ارحب ارحب رحبت بالرجل ثم ما جوبه. نعم نعم. ودنا نتعرف عليك. ها ودنا تعرفنا بنفسك
وبربعك وبنجران متى سكنتوا بيها وش منطقتكم اللي كانت في الماضي منطقتكم في الحاضر وعطنا مساحة خذ راحتك. طيب سلامتك يا طويل العمر السامعين. ومن يقول؟ أما أنا فأنا اسمي زيد بن خديش بن حسن بن زيد آل الحارث اليامي. ونعم. احنا يا الحارث نرجع لآل الحسن، احنا عند أربع قبائل. آل الحارث والمهري والرزق والبطحين اللي في حبونا والرزق اللي هناك في اسمه في الحسينية وهناك، هذولا الأربع اللحيم هم آل الحسن اسمهم. آل الحسن اللي شيخنا ابن نصيب. ابن نصيب كفو. يلقونا الأسلوب اللي في حبونا وهذا، وهو الأسلوب خمس لحيم. الخضرة والأصليع والقريع والعامر وبني هميم وبني هميم. هذه خمس لحيم الأسلوب. ها هم يدخلون علينا في مواجد. احنا وياهم يا الأحسن قد احنا الأحسن. مواجد شيخهم ابن نصيب. ابن نصيب. كفو. شيخ الجميع ابن نصيب. كفو والله. إيه طويل العمر احنا الحارث قبيلة عريقة ولا تاريخ. اي نعم. ولا ودي اذكر بعض مزاياهم لان يعرفونهم رجال يام وهمدان وكل القبائل. ما في شك. ونقط في غربي نجران زورال الحارث وسلوة وشعب بران هذه الحضارة حقت آل الحارث. زور وش هو زورال الحارث؟ وادي ولا لا وطن 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 يعني قرية كبيرة. فيها مزارع وفيها مزارع ونخيل ودنيا هذا زور وسلوة والشعب كلها كذا كلها نخيل. نعم. بعدين باديتنا كثير ومقطنهم وهو لنا من أول قبل الحكومة الله يعزها ملك لنا نحجره ونبيعه ونشدد منه ونحلل ونسوي بيع عسكر وضواحيها الشرى وجادة وعاكفة وضواحيها الجادة اللي من هنا بير عسكر إلى ظهران الجنوب. ما شاء الله. عرفت هذه بادية آل الحارث منتشرة هنا في هذه المنطقة. شايف؟ متى نزلتوها تقريبا؟ ها؟ نزلتوها زمان. أوه. وقت مبكر في التاريخ. لا من زمان وايد مبطين. إيه. الله الله. ويا طويل العمر أرضنا أرض نجران وهذا خصبة. للزراعة والفواكه والنخيل وكل شيء في الدنيا لكن كنا من أول العرب كانوا في فقر وضعفها ما بقوة زي الحين وهذا وكان ما معمودهم ومصدر معيشتهم من الزراعة من الأرض يزرعون بر يزرعون ذرة يزرعون شعير يسوون برسيم للحلال النخل يصير فيه هوال شايف وهذا مصدر معيشتهم سابقا. تمر تصدرون تمر عندكم؟ تمر إيه؟ تمركم وش نوعه؟ والله هو انواع. في عندنا اسمه بياض. بياض يقرقع معروف. ايه ولكن هذا غالي اغلى شيء عندنا البياض اللي البياض. اللي بين الطاحونه ما في كلام الرجال اللي سنه ولا المحتكات عنده نص ونص يخاف الله عليه ما في شك. ايه؟ وفي عندنا رطب ايه؟ اسمه رطب لين رطب. طيب البياض ما يجي رطب؟ لا ابدا ما البياض لين ينتهي من يوم ينجح في الخلاه وهذا ايه؟ ولين بياض من وقته. وفيها برني وفيه خضير وفيه يا طويل العمر انواع التمر اللي احنا نعرفه عندنا هنا ايه؟ هكذا ايه؟ شايف الله الله. وفيه يا طويل العمر عاداتنا مثلا العادات يا طويل العمر رمضان لما يجي هذا نحتفل لرمضان كلنا يثني نفسه يجيب مأكولات زينة وهذا في بيته وهذا إيه؟ ونفطر عليه تمر ونفطر عليه يا طويل العمر حاجات يسوونها إيه؟ من البر القيمات كذا ومن عارف ايه وهذا ما بعد مثل الحين الدنيا دي الخبصة والفواكه دي ممكن فيها نعمة الحين إيه؟ نعمة. طيب من أول تفطرون في رمضان تجتمعون كل عشرة بيوت سوا ولا كلهم في بيته؟ لا والله كلهم في بيته إيه؟ كلهم في بيته إيه؟ اللهم نحن نجتمع في المسجد للصلاة. أذن المذن أفطرتم؟ أفطرنا وهذا سفرتكم وش عليها؟ والله سفرتنا ما عليها إلا شيء بسيط نحن بس صلاة بدري إيه؟ ناخذ لنا تمرتين وفنجال من الدلة وهذا
ونقوم نخلي كل شيء للصلاة، ولا ما صلينا ولا أنا بالخير رجعنا. ها كان السفرة اللي موجودة في اللي موجودة في عصرنا ذاك الوقت، أو مثل ذا الحين دصفة. لا إيش فيه في السفرة؟ السفرة فيها يا طويل العمر تمر وشربة، ويا طويل العمر القيمات يقولون لها يسمونها، ويسمونها النسوان. وحاجات من الطرق يحطون عليها عسل، يحطون عليها. لا والله ما بعسل، ما بعسل، ما بعسل ذاك الوقت. فيه رب، فيه رب من حق التمر حق النخل، يسمونه رب، وهو مثل العسل، ونرقي نخلطه مع السمن. نعم الله الله. ولكن العرب هم في فقر وفي جوع وفي كل شيء، لكن سبحان الله، اولا متحابين، وثانيا فنشاط، الواحد زي العفريت يسرح عليه رجله من هنيه ولا يقيل الا حبونه البالدي، وكانه ما كان يسوى شيء. يلحق قلب هناك، يلحقها ويروح الرمله على رجله، ويروح لبلاد اسحار هنا في صعده وما صعده بلاد اليمن على رجله، يقضي غرضه ويسوي وتقضى ويعمل. كنا كان في الناس نشاط من اول، من اول نشاط صحيح. ده الحين مع الخير ذا والنعمه والربخه والمكيفات والهذا، ما عاد نفعوا العرب شيء، لا يقدروا يمشوا ولا يقدروا يشتغلون، ولا يشتغلون في المال ولا يشتغلون، ما ابدا عمال يشتغلون وذولا يسوون وهذا، وهم ما عاد. طيب انا بسالك سؤال، في رمضان وش المشروبات ما غير المويه؟ في رمضان؟ اي لا والله، غير فيه لبن، فيه لبن مع انواعه اللبن، فيه لبن ابل، وفيه لبن هزاد مخيضة يعني ممخوض فيه شكاو، وفيه ما تحطون مريس؟ مريس ايه اللي هو التمر، وتحطون عليه مويه ومثل ما يمرسونه. لا 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 والله، يسوون بعض المرات بعض الناس يسوي. نعم يسوي، يسمونه نقوعه ويسوونه هذا، لين يجيك. طيب صليتوا المغرب ورجعتوا واكلتوا فطوركم وأذن العشاء، صليتوا العشاء؟ صلينا العشاء. وش عقب العشاء وين تروحون؟ بعد العشاء طال عمرك نعود، يسيرون العرب كلهم عليه بعض. نعم ذاك الوقت يسيرون كلهم عليه بعض، وقهوة وسوالف وحديث وقصيد. نعم ومرتاحين، ما هم في فقر، مرتاحين ذاك الوقت، ما في شيء مشغلهم ابدا، ما لا شغل يشغل، ما يعرفوا لا عربيه ولا ام بي سي ولا شغله فكر ولا شيء ولا شيء. لكن الان الحمد لله، ونشكر الله، نشكر الله، نشكر الله، ثم نشكر حكومتنا الرشيده، وعلى راسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده شايف الامير سلمان، على النعم اللي حن فيها، حن في امن وامان واستقرار وخير، منبثق على الشعب كل بيهم كلهم بخير شايف. والحمد لله هذا شيء من فضل الله، ثم من فضل حكومة الرشيد. الله لا يغير علينا، والله لا يغير، الله لا يغير، الله لا يغير ان شاء الله. لو ان في وقت مضى جاءكم واحد في نجران اخذتوه باذنه وعلقتوه، قلت وش جابك؟ صح ولا لا؟ ما انتم دون لبس يا تيبه، انتم لا عادكم تسوون المجاهد، من جاكم ولا غزاكم ولا جاكم في بلادكم. الحين الحمد لله رخى وابن، ومن بيت واحد من 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 من, من على ما قالك من اعيان بالحارث. احنا ذا الحين طال عمرك صرنا اخوان، كل الشعب شرقه وغربه وجنوبه وشماله. اي نعم، مثل الخيام، من اخوان. والله ان هذه من النعم الجزيله، هذه من النعم. امش امن، ارقد في الخلاء امن، كل شيء امان وضمان فضل الله، ثم فضل حكومتنا وهيبتها. الحمد لله، نشكر الله. طيب في رمضان كان ليلكم مو بطويل، بعد التراويح تجمعون تسولفون تعشون وترقدون. نعم. والوقت الحاضر؟ الوقت الحاضر ليلهم كله سهران، سهراني العرب إلى الفجر، أكثرهم إلى الفجر، أكثر من الناس ما بدرين اللي يرقدون بالحين يا شيبان ولا نرقد. إيه. ولا الشباب ابدا نشوفهم في الديوانيات وفي الجلسات والروحات والاستراحات وهذا والتجمعات وكل شيء زين. الله الله. اذن الفجر ورقدتوا،
أنتم بعد صلاة الفجر أنتم كبار السن؟ لا، بعد صلاة الفجر على طول يقومون النسوان الله يكرم ويشبون الضوي ويسوون القهوة ويسوون كل شيء، وانت قهوة ما تقرح الشمس إلا حين قد تقهوينا وافطرنا فطورنا اللي الموجود. شايف هذا مسرحنا كلنا عيشته كلنا. طيب في رمضان تسرحون؟ في رمضان اي بالله في سابق الوقت اي والله اللي نسرح ونسوي كل شيء ونسوق السوق على رجلنا. والله نسوق السوق على رجلنا. كان يجيكم حر موجات حر؟ الجهر الهوان والله يجينا حر. يا والله اللي يجينا ناكل وقت لكن نتحمل. ها تصلون السوق الله ومتى ترجعون لبيوتكم؟ في رمضان. في رمضان والله نحن نرجع بعض المرات في وقت الظهيرة. ظهيرة شايف حما يعني تشوف عرق الواحد يصب، لكن سبحان الله الله يجعل معونة على للناس في أزي من الوقت الحاضر. صحة وعافية الحمد لله وسعداء نعمة ونعيم ومبسوطين نعمة ونعيم ولا هم ولا غم. نشكر الله الحين حكومتنا الحين في نعمة وفي كل شيء ويجي يقول أنا مهموم. أي أيوة والله في نعمة والدولة مقصرة والدولة ما كملتنا. أنت هذا بعض الناس اللي ما يفهمون يقولون ذاك الأحكام باش يتحلاهم ذهب الدولة كدهم في خير ما عاد عليهم نقص ما عاد بحد عليهم ساكن واكل وشارب كل شيء يا رجل. بتت عليهم كل شيء الشيبان والأجايز والكبار وهذا لهم شؤون والمتقاعدين لهم رواتب والموظفين لهم رواتب كل الشعب. نعم ولو صار فيه نقص ملحوق الدولة اللي صار فيه نقص شفت اللي صار فيه نقص ولا سبحان الله ولا على بعض المواطنين ولا سبحان الله فحيشة أن خادم الحرمين الشريفين يعلمه ولا ولي عهده ولا الأسرة المالكة إذا جاء نقص من الموظفين التحتيين يمكن يجي نقص ولا مال سعود حساهم الله. أنتم ترحبون بالضيوف الله وأنتم هل الترحيب إن شاء الله في ترحيبة شعرية تسوونها من صفين ويسمونها الزامل. الزامل هذا زامل ترحيب ليه؟ لما نجي عندنا عرس عرس دالحين العرس هذا بيحضره حضره من القبيلة من رفاقتك يا واحد ايه وبيحضره عواني حلو عواني لك حلو انساب وبيحضره زملاء المعرس ايه المتزوج زملاء ايه وبيحضره ضيوف من طرف القبائل ضيوف اسمهم ضيوف يعني بيجمع له عدة عربان. لما كملوا الناس بزواملهم وكلنا الواجبة معونة ويعينون وكذا بعدها هل المعرس القبيلة هذه تقبل بزامل ترحيب ويذكرون في الزامل ذا ترحيب يشمل القبيلة والعواني والزملاء والضيوف وكل من حضر حفلنا قاسي وداني يشمل هذا الترحيب مرحبا. طيب لو صار المناسبة عشاء ولا ضيفة كبيرة ولا يصير فيها زامل ولا ما يصير فيها؟ ما هي بعرشاه لا عشاء ما له زامل مرة ما له إلا ترحيب أول الترحيب بس ارحبوا مرحبا يلا حيك ايه بس ترحيبنا عادي الله الله. طيب فيه في نجران لهجات كم لهجة فيها ولا بس لهجة واحدة؟ لا والله فيه لهجات لا والله فيه لهجات صح يعني ممكن بشوي. اثنين ولا أربعة في مجلس اثنين تكلمون والاثنين الباقي ما يدرون عنهم؟ لا ما هي بكذا لا بس اللي فيه يا طويل العمر مثل ما تقول علو نجران غربي نجران الموفجة ايه زور وادعة ايه هذه الوطنين ايه لهجتهم تفرق شوي تفرق. ما تعرف تنطقها انت؟ لا ما اعرف انطقها. طيب احنا بنرجع للزامل. ايه؟ فيه لا جاكم اجناب انتم وضيوف من برا. ايه ترحبون بهم زامل؟ اي بالله اي والله نرحب في عشاء ولا في غدا ولا؟ وجه الله نقلط نرحبهم اول هذا ثم نقلطهم من القهوه ثم لما تلف الربع كلهم الباقيين ايه؟ رحنا وشلينا عليهم زامل ترحيب. ما شاء الله. قدر لهم جلاله الله. الله 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 الله. طيب عندكم حداء؟ ها؟ حداء؟ ولا ما تعرفون الحداء؟ في الحجاز يسمونه الحداء. حزام؟ حداء 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 شعر حداء حدي.
حدي يعني ما زي ما تقول زي ما تقول ايش اسمه هذا اللي يشلون هذا الحين الالعابهم ايش اسمه محاورة؟ لا مو محاورة، هذا احداث يسمونها في المغزى، وقت المغزى يلا هلا والله ما يسمونها عندنا وقت المغزى وقت مثل ما يقول الحين وقت المغزى مثلا شاعر القبيلة ولا شيخها ولا فارسها يشيل يا مثل احداث الملك عبد العزيز يقول يا هاجر يا زين البنات حنا ترانا قادمين من هذا درقلة هذه اسمها عندنا وش تسمونها درقلة درقلة ورجز رجز وش سمعني منها تعرف شيء منها والله ما انا بدي كيف ما انت محافظ منها شيء والله ما انا ما اي ها بعضها مثلا يقول بعضهم يقولون ان ذل اللي في ساعه لا يجي حدر القنف سد عينه يوم له ما خرجا قبل النشب الله تسمونها الدرقله درقله هذه درقله هي ويحذرون ذا قال سعد عينك يوم لك مخرج قبل النشب الله الله يحذره لا يجي حدر القنيف يعني لا يدخل في المعركه ما له حاجه الله الله سعد عينه يوم له مخلص قبل النشب لا ينشب والرجز الرجز لما قد به مقتول ثم يطلبون هله يسمح يسمحون ايه يقبلون عليهم برجز وبعيال مثل ذولا يحطون فيهم حبال ايه يقولون هذا ولا بدل ولدكم وما عارف ايه ويقومون يدرقلون دقر تراك شاب لازلت ولد ما شاء الله شباب كني والله الشاب راح كني افوت الله يطول عمرك وياك ان شاء الله الله يقول الله طلبناك الغفور تجعلنا حظي يثور الى بلتنا الباليات يلا هلا أيوه. وبعدها حاجات يطلبون أيوه. طيب شعار نجران الاولين الجيل اللي مضى اللي قبل 100 سنه 150 سنه أيوه. من اشهرهم اشهرهم عندنا هنا اي اشهرهم عندنا واحد من آل سدران بن سدران من يقال له والله ابو جبهه اي ابو جبهه ما له عيون اي وشاعر ما حد يناشده ولا قالوا فيه شاعر من وادعه هالظهران الجنوب اي معتبر اي قال له الجدم اي وقالوا قال لي شعر المغازي والمعارف اي قالوا انت بتقدر تشاعر ابو جبهه قال انا باجي وبعطيه كلمه كلمتين واسلم عليه فالناس ترد السلام ما بعد رد عليه في كلمتيني فانا بقدر له وان رد عليه في كلامي قبل يرد السلام ثم رد السلام بس ما اقدر قالوا يلا سوها اقبل عليه وقال سيل اندفر قم حده سلام يا رجال قال هو ابو جبهه هذا سيل جراد النفر قم عده اهلين يا رجال الله سيل النفر شوف الأولى الأولى قال سيل اندفر سيل اندفر قم حده يا رجال ايه حد السيل ما اللي يقدر يحده ايه قال ذاك شوف قال جراد النفر قم عده اهلين يا رجال قال ما اقدر له كلها معجزة قال ما اقدر له خلاص لا لا هذا حصافة الشعراء ذكائهم اي بالله اي والله ذكائهم طيب نجران الأولى البيوت والمنازل وين هي؟ والله شيء عاده منها شوف شام خاس سبعة سقوف سبعة طبق شايف والله سبعة ما اقدر الحين في نجران ادوار كلها ادوار طين نجران اقسام من اسمنت اسمنت هذا اي ما تطيح شوف عندنا بيوت هناك في الزور بيوت لها بيت صالح بن قبول حق المتشي اللي الى الان صاحي كما كان وهو قد لنا أربع أسطف لا إله إلا الله نعم ومنها شيء دور ومنها دورين وها ثلاثة ومنها هكذا طيب. لكن دمدموها الناس وسووها مسلح الله سووها مسلح غلط وين أنت نجران أول ما كان بكذا دنيا هذه كل بيها مرة اللي يشوفها ما كان بشيء ما في نجران نهائي هذه كلها خلي. أحداثات كلها جدد
أيوة. وش كانت المنطقة دي كلها من العريسة على منطقتكم؟ والله كانت مراعي للحلال، مراعي وفيها أشجار وفيها كل شيء، ولا فيها لا بير ولا بيت ولا حلال. والبيار وين كانت؟ كون بدو. ها؟ والبيار وين كانت؟ في المزارع داخل. داخل؟ ايه. ما داخل موجودة البيار اللي داخل في النجران القديم. ايه بيار مطوية بحجر. ايه. بحجر بحجر. ايه. وبعضها هلالية مدة ألبو هلال. ايه وقت بني هلال. ايه والله. طيب السوق القديم وين مكانه؟ ما منا السوق القديم يوم جات الحكومة، في أبا سعود، اللي في البلد. إيه. اسمها أبا سعود قبل يجي بن سعود. إيه. اسمها أبا سعود، وصار مقر للأمارة وصار السوق العام. والبيوت حوله؟ ها؟ والبيوت حوله؟ والبيوت حوله. إيه. وكل ساعة يتطور ويبنون دكاكين ويسوون، وصار سوق. لين صار منطقة. هذا من يوم جاب بن سعود وملك نجران. أما من قبل، قبله فيه يا طويل العمر سوق الربوع. وين هو سوق الربوع؟ سوق الربوع نايا أهل علو نجران، أهل الحارث وأهل مهري وأهل ولد عبد الله وولد مر، أهل الحارث وأهل مهري وولد عبد الله أهل عباس والوازع اللي معهم، وولد مر أهل زمانان والكفيلي اللي هما البشر ربع. إيه نعم. أربع السوق ذا أربع بينهم. إيه نعم. الربوع وهو في الوادي. وش يجاب فيه؟ وش يباع فيه؟ هو يباع فيه كل شيء، التمر والحب والمصارف اللي تجي من اليمن وكل شيء. كل شيء. والسمن. هذا سوق، فيه سوق البني سلمان اسمه سوق الاثنين. نهار الاثنين وكل سوق له يوم. حنا سوقنا يوم الربوع، وذولا بني سلمان ذولا الاثنين، وفيه سوق الجمعة عند آل سالم آل بوشاق وربعهم. إيه. وفيه يا طوال العمر سوق الخميس لآل الهندي في القابل سوق الخميس. إيه. وفيه يا طوال العمر ينعد ذاك السوق، ينعد ذاك السوق. هذه أربعة أسواق، أسواق في نجران. طيب يسوقونها كلهم العربي. السوق نهار السوق امان. ايه. امان ما حد يعني. ايه. السوق امن. حلو. طيب البل ومرعاها كان في المنطقه هذه ولا في كلها في الرمله؟ والله ما من بل مثل ما تقول منايح، منايح القرى. ايه. الحضر لا، في القاعده اللي قريبه ويعطون لها من البرسيم من المزارع. وما من البل الثانيه حق البدو لا تروح حضره. كلها مجاهيم؟ لا. وش عندكم من الالوان؟ عندنا اوارك، اوارك نجران الارتيه الاصليه. ايه. وفي حراير. وش لونها الاوارك؟ الاوارك بيض مثل ما تقول الوضح اللي يقول. وساحليه يعني؟ ها؟ ساحليه ولا غير ساحليه؟ لا غير ساحليه، لا ساحليه هناك عند التام. وفيها الحراير الحمر. وهي حراير الحمر. ايه. وفيها طويل العمر السمر، قولتنا سمر اللي يقولونها شعل للحين. شعل، شعل. تسمونها سمر. سمر. ايه. سمرة. وفيها المجهم الغرابية. والمجهم الغرابية هذه وجهه قلب المجاهيم يوم وقتها. اي والله. اي نعم. اي والله هلبل صدق. سلوم الزواج عندكم في الماضي. في الماضي؟ تذكر. والله يا طويل العمر الزواج كان الزواج له كان بسيط وكان له حتى ذوق. المناسبة لا جت ان الناس. الله الله. سبحان الله. والله كان يا طويل العمر ما خطب الرجال عند رفيقه. واتفقوا وتموا قالوا الليلة شحن ضيفانكم بالملكة. الملكة يسمونها ملكة. ايه. يذبحون راس وعلفه حب. الله. وهم يسوون ذولاك العشاء لهم، وهذا هذه ملكة، هذه أول شيء. والله ملكة. هاتهم بعدين يخلون الشوفة تشرط لها شرطها. ايه. تشرط لها من أول. ايه. كذا وكذا فلوس ولازم فضة ما بعد بهذا فضة في البساطة كيف؟ إيه بساطة وحجول وعروس مبروكة. والله الله وحجول هنا الله إذا لبست الحجول ما يقص راسه سيفين فضة كان تشوف فضة
ويضلون الله الله. والعرشاه راشين ماشين من الغنم من الغنم حال 20 رجال 30 رجال هم يعشون هل الحريوة هل الحريوة يعشي ربعه الحمكة والعرب قلة وحلان قلة اي والله قلة ويعشيهم عليه راس هذوم لما راحوا تعشوا وظهروا يقولون دولات ينبونهم قد هم مجتمعين أهل الحريو هذوم يغلطون عليهم ويعشونهم على الراس الثاني والله شوف هذوم يأخذ الحريو عند عازيبه أسبوع ما يشد بها أسبوع عند أهلها عند أهلها الرجال ينام ومستعرس ويمسون معه وبعدها يشدون صوب بيتهم بعد أسبوع مو بالحين من قصر الأفراح على فندق الهوليدين أنا داري نشوف بعدين نشوف النسوان نعمة وراخة يسوون ثنوة ثنوة يسمونها ثنوة النسوان إيه ليلة العرسة من بكرة وش الثنوة ذي من بكرة يعني هذا يخص النسوان تقوم المرأة أم البنت وتعزم اللي حولها من النسوان والله تجمع تجمعون وش تجمعون عليه على الراس والكرعان حقت الراسين ذي راسين حقت العش البارح حقت العش البارح وعفاشها وما ما ها هذه يطبخونها وهي لهم غدا النسوان لا اله الا الله الحين زين وكانت الامور سمحه كانت الامور سهله الزواج مبروك الله الله وعلى ما قالوا بستر ومصونه الله الله وهالحين شرعه وكيك تنتقطع من الهوال البارحة الأولى ليلتين اللحق جعلوا الحفل في استراحة المملكة يعني خط معروف شارع طريق الأمير عبد الله والليلة ب33,000 اللي بيأخذون فيها 3 ساعات بس يجون المغرب نساء ورجال حضور نساء ورجال وكل نعم ولكن النساء لهم طريق من هناك و نعم قسم منها نعم الحمد لله ما حد يشوف نعم. حد اما بنعمه ربك والرجال يجي لهنا لكن ويش انها يعطون ذا المبلغ كله والله اذا كان منع من الله عليك ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عباده عاد احنا ما نهاجم الناس والله صادق نقول انه حق من حقوقك انك والله صحيح انك على قدر النعمه اللي عندك ولا صحيح هنا الله الله اختلفت الامور في الزواج وفي رمضان اختلفت والمهور وكل شيء ما عاد مزوج الواحد الحين 100,000 طيب بسالك سؤال وكلمني بصراحه يا ابو هاشم الحين في شرط لا زال عند اهل الباديه مثلا في نجران ولا في نجد لازال في شرط عندكم الان ان مثلا ان العرس مثلا انك تاخذ بنتي مهر كذا وكذا والله المهر المعترف به ذا الحين مهر يا خلق الله 20,000 هذا مهرها الله هذا اسمه مهر وشي دارج عندكم انتم دارج الله الله ما شاء الله مهر لكن عاد هناك حاجات اخرى هناك حاجات هناك الملكه ما عادهم يذبحون الناس وملكه يعطونهم 5,000 ملكه زين عند هناك حاجات أخرى ذا الحين حملة قولتهم حملة كنا من أول نسوي الحملة حب ومن عارف متى بعد الزواج لا قبل الزواج قبل الزواج بدل الحملة 5,000 برضه تكلم عن 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 عادات الزواج تقول فيها الحملة أو أي كان في حملة من أول دونها عليه جمل إيه وش الحملة ذي الحملة دي تتكون من حب هدية لل ايه اللي خسارة يعني تبع تجيب تصير خسارة في العرس يطحنون منها ويسوون منها كل وهذا للرجاجيل وللنسوان حب وقهوة وهيل مصروف وسمن وكل شيء يعني اللي لأنه بياخذ 8 أيام عندهم والله الله ما يبون يخسرون ثانيا كانوا يشرطون كانوا يشرطون النسوان من أول بفراش الله بفراش يشرطون ب رداعتين رداعتين من الحمر تلك المنقشة فراش ساحات وبجاد ورهط رهط اسمه ذا الفرو فرو مثل الجاعد اي الله الله هو مصنوع يصنعون الحل يا الله الخرز. اللي عندها ايه ما مرة ما هذه اسمها الحملة قدهم يختصرون هذا الحين يعطون 5,000
زين هذه 5000 ما اسمها ملكها، و5000 حملة، و5000 هدوم. يعطونهم يا يشرون لها هدوم يفصلون لها. في ذاك الوقت؟ لا ذا الحين. ذا الحين. ذاك الوقت ما كان. أما ذاك الوقت ما بالله يعطونهم مع الحملة هذه بز أبيض وطاقتين، طاقتين من اللي تجي من اليمن سود يفصلونها وفيها نيل نسوار شايف؟ وهذه في الوقت الحاضر. والحين قدهم يختصرون كل شيء ويزودون هذا الحين، زودوا القصة. قدهم يقولون بعض العرب يقول هاكم 100,000 عندي وذي 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 كله ولا لي حاجة من شيء إلا عشر ضيفان ذاك الليل. قدهم في الذهب وليها نعم. الله الله. ولا في لما أعطى 100,000 ولا 80 ولا 90 عليه الحاجات يلي ذكرتها يعطيها ويأخذ ذهب. لكن اليوم الذهب غالي غالي يتعبه. وش يجيب الذهب الحين؟ طيب السؤال هنا يا ابو نتكلم في رمضان وفي طقوس رمضان وفي فيها اكلات عندكم اسمها الرقش. وش الرقش ذا؟ الرقش هذا عجين بر يرقشونه في التنور، حاجه كذا زي التنور يحمونها لين يحمل جنوبه تصير مقمره، ثم يحطون العجين تشوفها يقشعونها منها وحمر نضيج كويسة. الله. يقطعونه في مدهن ولا في قدح ولا في شيء ويحطون عليه مرق. المرق مرق لحم ولا وش؟ لحم، ما مرق لحم، ما به مرق إلا لحم، مرق لحم. وهذه أكلة كويسة عندهم جدا. وهذا اللي سووا في التنور ولا في السلة بر برضه وفتوه وخلوه وحطوه في مطرح، صار يسمونه وفت. هذا وفت ومع قدح مرق ولا طاسة ولا شيء فيها مرق. هذه الكعبون من ذا في المرق ذا ويأكلون ويأكلون ويأكلون. هذه أكلات مفضلة عندنا. إيه. البر والسمن يسوون البر ذا اللي قلت لك في التنور ولا في السلة، ثم يفتونه ثم يحطونه في ماء ثم يصبون السمن عليه. هذه أفضل أكلة عندنا. أفضل قدر قدر لما جاك الضيف ولا عينها الذبيحة ولا شو جعلها بلا بر وسمن. قالوا هذا البر والسمن خروف بدون عظام، يعتبرون خروف بدون عظام. الله. يعني لأنه قدروا طيب. طيب عندكم عادات لا جاء أول مولود في الماضي؟ الماضي؟ إيه جاء كل ولد البكر ولا البنت البكر؟ أي بالله والله نقوم يعزمونا عليه. يسوون عقايب؟ ونسوي لا يسمونه نسوي له نسوي نحل له. ايه. حد يعطيه نخل وحد يعطيه فلوس. الله. اي بالله. نعم. يعطيه الحرمه. يعطون الرجال. الرجال. يبيه. ايه. الله الله. يبيه وربعه. وربعه الله الله. الله الله. طيب بس الان الظاهر العاده ذي وقفت. ويبشرون به لما بشر الرجال الرجال. بشر بشاره. اعطاها بشاره. طالع فلوس قدر من ذاك الوقت تخبر ضعفة. والسماوة ها؟ السماوة السماوة؟ ايه طبعا اللي سماه باسم الرجال. ايه عليه واجب الرجال. لا انت تسمي عليك احد؟ اي والله. ايه وش اعطيت؟ تسمي علي والله تسمي علي. كفو والله. والله اعطيت فلوس. ايه والله اعطيت فلوس. اسمع زين. ولا جاء للرجال اول مولود، جاء ابن عمه عطاه ناقه وجاء ابوه عطاه. اي الله الله نحلونه نحل. صارت فرصه استثماريه. بالله. لا جاء له اول ولد لا عنده لا خصوصا الرجال المحبوب الطيب اللي هي الغانمه. اي بالله. يكسب منه يكسب ولا. يكسب ما في شك. لكن الحين اختلط الحابل بالنابل. النابل اي والله. تزوجوه في سنه 120 من شباب الحارث. وين عاد ما عاد بشيء من ذلك. واللي يجي له ولد في الشرقيه من الحارث واللي يجي له ولد الله نعم. في اسكتلندا رايح ندوره هو حرمته ولا يدرسوا في الخارج عاد دوره. اي والله. الحقيقه ان يا عم انك صراحه اتحفتنا. يعطيك العافيه. اعطيتنا مما عندك من علوم اهل نجران وعاداتهم وتقاليدهم. يعطيك العافيه ان شاء الله. زودا على حفاوتكم حفاوه بيوت نجران.
جعلها الله بيوتنا عامرة، تستاهلون الخير في الوجود، والله تستاهلون كل خير، ونلقاكم إن شاء الله السنة ذي سنوات طويلة إن شاء الله. إن شاء الله وبإذن الله إن شاء الله. في النهاية وش ودك تقول؟ ودي أقول الأول شرف أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الله يعطيه العافية ويمد في عمره ولي عهده سلمان بن عبد العزيز والأسرة المالكة، ثم أشكركم يا أهل قناة المرقاب على تفضلكم وعزمكم للوصول إلى منطقتنا نجران، وهذه ما هي بقريبة عليكم، أنكم تجلون في كل المناطق وفي كل الجهات، ونقول أننا نشكركم شكرا عظيما، والله أننا نتمنى ونود أنكم تأخذون واجبكم عندنا في بيوتنا، الله يطول ونقدركم ونضيفكم، ما قصرت لكن ما حصلت ذي، ونكرر الشكر لكم على ما فعلتوه وما تلقيتوه من التعب، وهذا والله يعطينا وياكم العافية، والله إن شاء الله يعز حكومتنا، الله يطول وينصرها على من عاداها، طول عمرك ويديم الأمن والأمان، اللهم آمين، يكفينا كل شر، الله يرحمه، ويكفينا والله انهم حاسدين جميع الدول، ما في شك هذا الشعب، ما في شك، والخليج كله حاسدين الخليج، ما في شك، ولكن الحمد لله والله لا يغير علينا ولا على حكومتنا، الله ويا من عاداها ولا عادى شعبها ولا مواطنيها، ان الله لا يوفقه في الدنيا ولا في الاخره، اللهم امين، او سلامتك. انت الان قناه المرقاب عندك في التلفزيون البله، وكل ليله تمسينا بالخير وتشوفنا، والله اني الله يحييك، الله يحييك، الله يحييك. هنا أعزائي المشاهدين وصلنا معكم إلى نهاية مطافنا في حلقة من حلقاتكم، من حلقات برنامجكم الرعيل الأول، ومع أحد أعيان الرعيل الأول. ابقوا معنا في حلقات قادمة، نستودعكم الله من أرض نجران العريقة، أرض الأصالة والتراث، أرض الرجال، وتصبحون على خير.